السلام عليكم، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. شرف لي اللي خليتوا لي لايك وسبسكرايب. مرحبا بكم، اخيرا دخلت لنا سانديرو ستيبوي جديده اللي كتمنطى في المغرب. عندها موتوريزاسيون قويه، ثلاثه تاع لي موتوريزاسيون، كاينه فيرسيون ايسانس وفيرسيون ديزل. فيرسيون ديزل اللي كتدخل ب 92 شوفو في الفئه تاع ستريت واي، وكاينه الفيرسيون تاع 100 و 2 شوفو في الفئه تاع ستيب واي، وكاينه فيرسيون تاع 100 شوفو في ليسونس اللي هتجي اوتوماتيك 3 تاع لي سيلندر في شهر 11 ان شاء الله. تغيير جذري من ناحيه السوارت، تيكونوا هكا كارطه في ستيب واي في الفئه العامره، وتيكونوا سوارت عاديين في الفئه تاع ستريت واي اللي تتكون ناقصه عليها في هذا الشكل هذايا اللي كيف ما كتشوفوا معايا. كيف ما قلت لكم، تغيير جذري من ناحيه الديزاين من برا ومن الداخل، وحتى الموتوريزاسيون ديالها ما شاء الله. من لافاس ديالها كتجي اليماج اوتوماتيك تاع لي بروجيكتور ديالها لي فو دو جور، في جات ليد، جات 3 دي، تناسق كبير مع الكالندر ديالها. الكابو ديالها جاو فيه الخطوط تاع الايروديناميك اللي جاو هنايا ميسكوليزي شويه، وعطا واحد ديزاين اغريسيف من القدام ديالها. عندك لي فاه انتباهويه، فوقهم واحد لانسيغ ديكوراتيف كرومي كيف ما كتشوفوا، والبارشوك ديالها جا مفتوح باش تدخل التهويه بشكل كافي للمحرك ديالها. فيها لي غدار من القدام ومن اللور، وداك الديزاين ديالها اللي دابا جا زوين بزاف، وغادي اتيري واحد الشريحه اجتماعيه كبيره. من البروفيل ديالها عندك، من الخلف ديالها عندك لي فو دو جور لي فوا غيغ جاو ليد كيف ما كتشوفوا الخوت، وعندك لي غادغ من القدام ومن اللور، والكاميرا دريكول حتى هي. الكفر ديالها تيهز تقريبا 400 اطرو الخوت زوين. عندك لي بونكيت اغيغ غابه طبل باش تزيد في المساحه تاع التخزين ديالك. هذا يعني الطوموبيله متيسعه تبارك الله في الفئه ديالها، وجات فيه الاضاءه كذلك. عندك فئه كبيره تختار يعني لي كولور لي بغيتي. كاينه فهاد الكولور هذا كيف ما كتشوفوا هنايا، ما شاء الله واعره بزاف الخوت. كذلك كاينه فهاد البلو مارين هذا كيف ما كتشوفوا، وكاينه كذلك فواحد هاد الكري. هاد الكري هذا اللي كيعطيك، اللي كيعجبني انا صراحه، عجبني فهاد الكولور هذا. كذلك كاينه فهاد الكولور هذا اللي كيبان ذهبي شي شويه، وكاينه هادو كلهم دي كولور ميتاليزي، كتزيد 3500 على الكولور تاع البيض والكحل اللي تيكون يعني اختياري بالنسبه لاي واحد فيكم، والاذواق لا تناقش تحترم. الطوموبيله من الداخل عندك البوني كرومي، عندك لي فيتر الكتريك، كذلك عندك دائما دي زانسير ديكوراتيف كيجيو في الكولور تاع الطوموبيل. ما شاء الله واعره الخوت، واعره الفولون ديالها جا ملتي فونكسيون. عندك كتحكم في ستريمين، وكتحكم في الطوموبيله ديالك بشكل كبير. كذلك عندك الكوموند فوكال، عندك ايكرون تاع الويب بوت تاكتيل ما شاء الله زوينه. عندك كليماتيزاسيون اوتوماتيك، عندك بوت فيتيس اوتوماتيك فاللي تدخل في شهر 11 ان شاء الله نصبروا عليها، وكاينه المانيو اللي كتجي 5 تاع لي رابور. عندك ايكرون 8 تاع لي بوت، تجي فيها نافيغاسيون جي بي اس اوبسيون على الخوت، كليماتيزاسيون اوتوماتيك اوكسيليير، مساحه تخزين بوت فيتيس 5 تاع لي رابور، وعندك فرين هما الكتريك كوب هولدر اكو دو سونترال، وفيه مساحه تخزين اضافيه. اخوتي ستيبويت ديفلوبات بزاف، وعجبني هذا البلان هذا. ستوب ستارت ايكو الخو ديماراج سون كلي حيت هادي ستيبوي كتكون كارطه، هادشي واعر بزاف الخوت. ما شاء الله نقدر نقولوا رونو كيف نيشان. هادي خد لي الامانه، هادي ليكرون تاع دوستر جديده، ولكن راه نفس ليكرون اللي كاينه في سانديرو، حيت ما خدمتش ليا الاولى وقلت نصور لكم تاع سان تاع دوستر. فوالا كتكونيكتا مع الاندرويد، ما فيهاش نافيغاسيون جي بي اس، كتجي اوبسيون على الخوت على حساب الدومونتير، كتشري باك سي سي كيتسمى. فالطوموبيل عجبتني للامانه الخوت، وانا نقدر نقول لكم غادي تحقق واحد النجاح كبير، حيت الاستهداف ديالها تي اي استهدف واحد الشريحه اجتماعيه كبيره بزاف، والثمن ديالها غادي يكون تقريبا من 14 غتوصل حتى 17 نقدر نقول لك انايا. هذا استيماسيون، حيت الثمن ديالها حاليا مازال ما تلونساش في الاسواق حتى 8 ديسمبر، حتى 8 في هذا الشهر هذا ان شاء الله، عاد باش غادي تكون دابا تكون في لي شوروم. فعجبتني الخوت، نتمنى لاي واحد فيكم، وغادي يكونوا خلاص يعني بزاف تاع التسهيلات من ناحيه الكريدي ومن ناحيه لي غوميز. يعني الا جيتي انت، الا كنتي انت يا فونكسيونير كتخدم في الدوله ولا في شي شركه، غادي يكونوا كذلك. الا غادي تشريها بسميت الشركه، فكاينين دي روميز على حسب كل الحاله ديال الواحد يعني.
الطوموبيله من الخلف كذلك كتبان زوينه ومتسعه، عندك لي بونكي طاغيه غابطابل باش تزيد في المساحه التخزين، فيهم لي زوفيكس، عندك هنا بورتال اوكسيليير وواسعه، سانديرو جديده من الداخل امنه، موتور ديال الان 5 تي سي اي 92 شوفو والمية وجوج شوفو، يعني قويه قويه بزاف. وانا عندي واحد الفكره، المهم عندي تقدير تنجح بزاف وهتولي هي نطليها في الشوارع المغربية، غادي تولي ان شاء الله ناجحة بزاف. فنتمنى لأي واحد فيكم وتستاهل، حيت اكيد اكيد خدموا عليها بزاف، ديزاين زوين بزاف، فنتمنى لأي واحد فيكم ان شاء الله. اكيد غادي نديرو فيديو جديد اخر مديطاي بزاف وبالبري وجميع المعلومات عليها. فشكرا لكم بزاف على الدعم لله مشروط، وإلى الفيديو الجاي ان شاء الله. سهل تكبر البوتونسييل ديالك والناس كيسويفو. لا هادي تسهل.